طب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال هنا، يعني ذوق شباب، مش عايز أقول زمان، يعني بنتكلم على السبعينات والثمانينات مثلا، اختلف عن ذوق شباب الحالي؟ ده دايما وفي أي اتجاه؟ هو هم هيشوفوه صح واحنا هنشوفه غلط، وده دايما، ودي طبيعة الدنيا. يعني الناس اللي كانوا أياميها كانت لسه أم كلثوم بادية وطالعة، لما جه الناس اللي هم بعد عبد الحليم يقول لا عبد الحليم، ولا كانوا بيلوموهم عبد الحليم، والدي كان يقول يجي ايه في الاستاذ محمد عبد الوهاب وينطقها صح. ايوه انا بنطقها عبد الوهاب غلط، وانتوا بوظتوا اللغه العربيه وبتاع مش عارف ايه. فدايما الانتقاد الاجيال لبعضها ده عامل صحي على فكره. أيوه. عكس ما الناس كلها أيوه. عارفه، بالعكس، والا ما كانش في عمق في الارض. ما هو الناس بتختلف على ايه؟ بتختلف عن الطريقه دي غلط، انا هعمل الطريقه الصح. فيخترعوا حاجات ويكتشفوا حاجات ويعرفوا حاجات في كل مناحي الحياه. صحيح. طيب محمد منير وعمرو دياب كانوا من، هنقول من اكتشافك، بقيت يعني انت مكسوف ولا ايه؟ ايوه مؤكد. انا مش مكسوف. مؤكد انهم كان، لو هم الحقيقه بيقولوا ده دايما يعني. معلش بقى يعني، لكن هم مختلفين طبعا، لونين مختلفين تماما طبعا. عمرو دياب الانترتينمنت، التسليه، وحتى لو بلاش نتكلم في الماضي، لكن هتلاقي طبعا الطبل والسجط والبتاع يعني فرفوش، ومخلي الدنيا كلها تفرفش. ايوه. وانا على فكره بروح امريكا، كنت زمان لما كان الدولار ب 5 جنيه كل الديسكوهات بعد 12 يشغلوا عمرو دياب، والستات تعمل كانهم بيرقصوا بلدي. هم طبعا خشب ما بيعرفوش بلدي ولا بتاع، لكن كان منتشر في امريكا كتير جامد قوي. ومحمد منير كان منتشر في المانيا، بيعمل حفلات جامده قوي هناك. يعني فعلا هم اكتشافين لكن مختلفين تماما. طيب هناخد فاصل، بس انا عايز اضيف اسمين اتفضل عشان ما حدش يفتكر انا بشتغل مع الولاد بس. ايمان يونس اللي غنت ما تحسوش يا بنات ان الجواز راحه، والشوارع حواديت، ويا ماما ست، وحريه، ومنى عزيز اللي غنت ماشيه السنيوره دي عملت ملايين. يعني اكتشفت يعني مغنيين ومغنيات طبعا، وده شيء جميل جدا جدا.